بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، حال الناس ومقامات الناس في أمور الغنى والفقر كحال الأنبياء والصحابة. فمن الصحابة أو من الأنبياء من كان نبيا ملكا غنيا كداود وسليمان عليهما السلام، ومنهم من كان فقيرا معدما كيحيى وزكريا، ومنهم من تقلب بين هذا وذاك، أعطاه الله تعالى فشكر وقدر الله تعالى عليه فصبر. وهذا المقام هو مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل المقامات، أن يكون الإنسان مستورا، فإذا ما وسع عليه شكر، وإذا ما قدر عليه صبر. يبقى هو مستور، راجل مستور، لا يسأل شيئا ولا يلتفت إلى أحد ولا يستشرف من أحد، ده المستور. فإن وسع عليه شكر وإن قدر عليه صبر. وكذلك حال الصحابة الكرام، منهم من وسع الله عليه كالزبير كطلحة كعثمان كعبد الرحمن بن عوف، ومنهم من قدر عليه كأبي ذر كأبي هريرة، ومنهم من تقلب بين هذا وذاك، وهذا أفضل المقامات بين الصحابة، كأبي بكر وعمر وأبي عبيدة رضي الله تعالى عن الجميع. وكذلك الأئمة والعلماء، منهم من وسع عليه ومنهم من قدر عليه ومنهم من جمع له بين هذا وذاك. لكن يلاحظ أن أهل العلم وطلبته يكدون في الأعمال ويحرصون على الستر، تجد منهم البزاز والخزاز والبراز والزجاج والفراء والنجار والإسكافي والخياط والقياس والدباغ والخشاب، هذه كلها مهن كان الأئمة والعلماء يعالجونها من أجل التكسب. ومجلس اليوم في مسألة المال، هل المال وطلبه عدو للعلم، أم يمكن للإنسان أن يطلب العلم وأن يحرز أيضا المال؟ دي هي المسألة. ما ينفعش أن الإنسان يطلب العلم ويطلب المال والغنى فيجمع له بين العلم والغنى، ولا لابد إن هو يتفرغ لطلب العلم ويصير فقيرا معدما؟ فشرط العالم أن يكون فقيرا مدفوعا، لا أن يكون غنيا مستورا. هذه القضية التي سنناقش بعضا منها اليوم في هذا الباب، وهو باب في كسب طالب العلم المال وما يكفيه من ذلك. كان العلماء قديما إذا أتى الواحد منهم طالبا للعلم قال له: هل حرزت رغيفيك؟ حرزت رغيفيك يعني المأكل والمشرب، حاجتك من الحياة أنت موفرها؟ حاجتك من الحياة هل هي متوفرة لديك؟ فإن قال لا، قال: اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم. إذا مهم لطالب العلم أن يستقر، ومن أعظم أسباب الاستقرار أن تكون الحاجات الأولية التي يحتاجها الإنسان متوفرة لديه، عنده هدمة يلبسها، لقمة يأكلها، شربة يشربها، مسكن يسكن فيه،
أو مكان يأوي إلى غير ذلك من المتطلبات الأولية. فلا بد من كسب المال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك. وليس المقصود بكسب المال أن يجد الإنسان في مهنة، مش شرط تكون مهنة، ولكن هات المال من أي سبيل يمكن أن يكون سبيلا صحيحا. لو تهيأ لك سبيل تجمع فيها بين الحسنة والمال فهنيئا لك، بين الحسنة والمال فهنيئا لك. ولذلك المسألة هل يجوز أخذ المال على تعليم القرآن، المسألة دي فيها خلاف. والقول المحرر الصحيح أنه يجوز أخذ المال، يجوز أخذ المال، لأن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا لما رقوا الرجل الملدوغ على أن يأخذوا قطيعا، لما رفع هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أخذتموه فجعلتم لي منه نصيبا؟ هذا على سبيل التندر والمزحة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقسمش مع حد، ولكنه يريد أن يقرهم لا بأس بذلك الأمر. فلو استطعت أن تجمع بين الحسنة وبين المال لكان ذلك حسنا. رجل مدرس بيعلم الناس في المدارس، لو حسن نيته يبقى جمع له بين ماذا؟ بين المال وبين الخير، بين الحسنة، أخذ حسنة وأخذ أيضا ماذا؟ أخذ مالا. لكن لابد الإنسان إن هو يكد، لابد أن يتعب، لابد أن يحصل شيئا من المال. عندنا في الحديث 1290 أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث صحيح عند الترمذي وعند الإمام أحمد وغيرهما، من حديث كعب الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. لكل أمة فتنة، فتنة، وفتنة أمتي المال. قال ابن عبد البر: المال المذموم عند أهل العلم، المال المذموم عند أهل العلم هو المطلوب من غير وجهه، مطلوب من غير وجه، يعني مال وقع لك من طريق غير شرعية، والمأخوذ من غير حله، والآثار الواردة بذم المال في هذا. يبقى أنا بأخذ المال، بأخذ المال من غير الحل، وحط المال في غير الإيه؟ في غير الوجه، ده هو المال المذموم. والآثار الواردة بذم المال في هذا النوع، يعني الآثار الواردة في ذم المال إن الإنسان يجيب المال من غير حله ويصرفه في غير إيه؟ في غير وجه. من هذه الآثار 1292 قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في حظيرة غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف. وهذا الحديث صحيح وسبق أن تكلمنا عنه. قال ابن عبد البر: فوجه ذلك عند أهل العلم والفهم، يعني الأحاديث الواردة في ذم المال، أنه في المال المكتسب من الوجوه التي حرمها الله ولم يبحها، وفي كل مال لم يطع الله تبارك وتعالى في كسبه، بل عصى المكلف ربه من أجله وبسببه، واستعان به على معصية الله وغضبه، ولم يؤد حق الله وفرائضه فيه ومنه، فذلك هو المال المذموم والكسب المشؤوم. يعني افترضنا لو إن إنسان بيشتغل في المخدرات ويقول لك: أعمل إيه؟ أنا راجل مسؤول عن عيلة كبيرة جدا،
وعندي 4 بنات عاوز أجوزهم، وعندي أولاد في التعليم، وعندي كذا وعندي كذا، والمصاريف كتيرة ومش عارف أعيش. الحاجة الوحيدة أقدر أعيش من خلالها إن أنا أتاجر في المخدرات. يأتي بالمال العريض، طيب كيف ينفقه؟ ينفقه أيضا على ملذه وشهواته. سبحان الله، بالأمس كنت أحدث إخواني عن قصة ذلك الصديق الذي أصيب ولده بفلونزا. احنا لو واحد عنده فلونزا شوية مية بليمون ولا شاي بليمونة وينتهي الموضوع. هذا الرجل ذهب إلى طبيب وخشى أن يكون الابن قد أصيب فلونزا الطيور. الطبيب قال له اعمل الفحوصات والأشعات دي، وبعد ما عملها قال له طب نعيدها تاني علشان نطمئن من النتيجة. النتيجة طلعت مضطربة، فقال له احنا بقى نعمل أعلى أنواع التحاليل والأشعات. الموضوع ده دخل في 10,000 جنيه، وهو شوية رشح بساط ربنا عز وجل بيصرهم بماذا؟ بليمونة. فالمال عندما يكون مالا عريضا لا يقدر الإنسان قيمته فإنه يسلط على نفقته، وعندما يسلط على نفقته هذا بلاء عريض. ممكن واحد دخله 20,000 جنيه في الشهر ولا يهنأ بهذا المال، وواحد تاني دخله 50 جنيه ويهنأ بهذا المال. سبحان الله، أبو 50 جنيه معاه ساعة ب40 جنيه، لو العقرب وقع يروح الراجل بتاع الساعات يركب له العقرب بربع جنيه، بينما التاني لابس ساعة ب10,000 جنيه، لو العقرب وقع يركبها له بكام؟ ب100 جنيه. سبحان الله، كل شيء على قدر الخلقة. وربنا عز وجل خلق الإنسان فهداه ويسر له سبل الحياة. ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. المال لم يأتي سهل يروح سهل، لما يجي بشدة وصعوبة الإنسان لا ينفق منه إلا بقدر. سبحان الله، ودي سنة موجودة في الكون. الآباء بيتعبهم ويكدهم من أجل تحصيل القرش كما يقولون، وذا الجيل الآباء تجد جيل عنده حكمة في الإنفاق. طب الأولاد ولا همه، هو تعبان في حاجة؟ يبقى الأب ياخدها يمشي على رجليه 3 كيلو عشان يوفر التاكس أبو 2 جنيه، والابن لو راح في الشارع اللي وراه يركب تاكسي ب2 جنيه. انظر، هي دي المسألة. ولذلك عندما تقرأ في كتب التاريخ تجد الممالك لم يضيعها إلا الأبناء. الممالك الدول لم تضيع إلا في عهود الأبناء، لأن الآباء يحافظون على الملك. الأب بيقاتل من أجل أن يؤسس الملك، وبعدين يموت الأب يطلع الابن عايش فين؟ في القصر، عايش في الترف، عايش في النعيم، ليس عنده جلد الأب ولا حكمة الأب. ولذلك لو استطاع الآباء أن يشركوا أبناءهم في المسؤوليات لكان ذلك من تمام الخير والبركة. المهم، المال لابد لك أن تحرص أن يكون من الوجه الحلال وأن يصرف أيضا في الوجه الحلال، وإلا سلط عليه إما في التوسع في المباح وهذا بلاء، وإما في معصية الله وهذا إثم. يبقى الإنسان الذي لا يتقي الله تعالى في جمع المال يسلط على هذا المال، إما أن يتوسع في حلال فيكون بلاء عليه المال هيخلص، وإما أن ينفقه في غير وجهه فيكون ذلك وبالا وإثما عليه. فالحكيم من حرص على المال الحلال ومن أنفقه في وجهه أيضا الحلال. ولذلك قال ابن عبد البر: وأما إذا كان المال مكتسبا من وجه ما أباح الله وتأدى
أو وأدى منه حقوقه وتقرب فيه إليه بالإنفاق في سبيله ومرضاته، فذلك المال محمود ممدوح كاسبه ومنفقه، لا خلاف بين العلماء في ذلك. ثم أتى بعد ذلك بطائفة من الآيات كقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم، وكذلك قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وكذلك في الأثر 1294 وهو من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. إيه معنى كلمة معروف؟ المعروف أي ما عرفه الشرع، المعروف ما عرفه الشرع، فكل ما عرفه الشرع من جنس الواجبات والمستحبات فهذا من باب المعروف. ولذلك أهل العلم قالوا بأن الأسماء الفاضلة عند الإطلاق يؤدي بعضها معنى بعض. يعني الجملة دي الأسماء الفاضلة زي الإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى والهدى، كل هذه الأسماء الفاضلة عند الإطلاق كلها معنى بعض. البر هو الإيمان وهو الإسلام وهو التقوى وهو الهدى وهو الخير وهو المعروف وهكذا. وهذا الأثر أو هذا الحديث متفق عليه. في الحديث 1295 قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا خير من اليد السفلى، إيه المقصود بالعليا والسفلى؟ واليد العليا المعطية والسفلى السائلة، دي خير من ديت. وهذا الحديث متفق عليه. وعندما مرض سعد بن أبي وقاص بمكة وكان له مال عريض، عاده النبي صلى الله عليه وسلم أي زاره في مرضه، فقال سعد: يا رسول الله، إن لي مالا عريضا وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمال كله؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لا. قال: بشطر مالي النص؟ قال: لا. قال: بثلث مالي؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة. العالة يعني إيه؟ الفقير. يتكففون الناس أي يسألون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها. يبقى الإنسان لو استطاع أن يترك ذريته غنية عن سؤال الخلق مكتفية بالخير لكان ذلك من جملة الخير. ده يعني كلام متجه، هذا كلام متجه. وهناك بعض الآثار عن بعض الصحابة أنه كان ينفق ما عنده جميعا، ينفق ما عنده جميعا، هذا مأثور عن أبي بكر وعن عمر، وهو فعل غير واحد من التابعين الكبار كسعيد ابن المسيب ومن بعده عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عن الجميع. والفائدة في ماذا؟ أن هذا المال إذا لم يسلط على نفقته في الخير لم ينتفع بهذا المال. الله، هو أنا أقعد أتعب وأجمع المال وبعد كده أسيبه للعيال؟ لا أستفيد بهذا المال. طب ممكن العيال دول يضيعوا المال، ممكن العيال دول يبقوا مفسدين. فكانت فلسفة هؤلاء الناس أن أولادهم إذا كانوا صالحين أغناهم الله، وإذا كانوا فاسدين لا يتقووا بمال آبائهم على فسادهم. يعني الأب ينفق ماله في الخير
ينفق ماله في الخير، عياله لو صالحين ربنا يغنيهم، ولو كانوا مفسدين إذا لا يستعينوا بمال أبيهم على ماذا؟ على فسادهم. إذا عندنا مدرستان في مسألة تحصيل المال للأبناء. مدرسة إن احنا نهلك هذا المال وننفقه جميعا ولا نترك منه شيئا إلا يدوبك قدر الكفن وهامش لو فيه دين ولا حاجة، بحيث أترك أولادي ما فيش حد يقول لهم إن أبوكوا كان عليه أو أبوكوا كذا أو ما تلاقيش تمن الكفن أو الدفن أو ما إلى ذلك. يبقى هذا ليحفظ به ماء وجهه وعرضه، ده مدرسة. المدرسة الثانية لا، أترك الأولاد أغنياء مكرمين، فهذا أوفق من أن تتركهم عالة. هذه مدرسة وهذه مدرسة. لو أن الإنسان استطاع أن يتأمل الأحوال وأن ينظر أفضل الأحوال وأن يسأل الله تعالى أن يلهمه الرشد لكان خيرا وبركة. أنت ممكن تبقى وسط وكان بين ذلك قوامة، فهناك بعض المهاويس يعدون الدور والأثاث للأحفاد وأحفاد الأحفاد. يعني تجد واحد عامل برج 11 دور وكل دور على 4 شقق، 24 شقة، 44 شقة، وتحت محلات، ده كله لمين؟ ده للعيال. للعيال، لأن أنا مش عارف الزمن يعمل إيه. إيه يا ابن الحلال تعمل إيه الكلام ده؟ لماذا هذا جميعا؟ ده كتير قوي، هذا كثير. طب إيه اللي يمنع إن أنت تجعل ثلث المال بتاعك وقف لله؟ يبقى نخلي المسألة وسط، اجعل ثلث البرج ده لله واكتب كده في الوصية بتاعتك تلت هذا المال يبقى لله، بعد ما إن شاء الله ربنا يكرمك وتدفن بالسلامة والناس يرجعهم قبل ما يعملهم أي حاجة يطلعوا من التلت بتاع مين؟ بتاع ربنا ده. يبقى أنت بالفعل قدمت نفسك شيء. أنا أعرف ناس تركوا لأبنائهم الملايين، والله لا يدعون لأبائهم دعوة واحدة، اختلفوا مع بعض، شكلوا مع بعض، كل واحد 13 مليون ل 15 مليون، والبنت طالع لها 7 مليون، والبنات اجوازهم ضربينهم وعاوزين كمان نص مليون زيادة، وقاعدين يشتموا في مين؟ في أبوه. ربنا ينتقم منه، سب لنا المال ده هو خلانا نشاكل ونختلف يا إله العالمين مع هذه الملايين. ورب إنسان فقير لم يترك شيئا لأولاده يدعون له ليل نهار صبح مساء، يبقى مين الغني في الاثنين؟ سبحان الله. فتأمل سنة الله تعالى في الكون وانظر إلى أحوال الخلق لترى كيف تبصر الحق. يبقى إياك أن تقول أما حاجة العيال وتكوش وتبني وتقول مستقبل العيال واعمل واسوي وتسيب نفسك، ما ينفعش. تكثير من أصحاب الملايين عندما يموتون لا يجدون مكانا يدفنهم فيه، بنوا القبور، بنوا القصور ونسوا في ماذا؟ أن يبنوا القبور، بيفكروا في القصور ولا يفكرون في القبور. سبحان الله، مع إن الإنسان كل يوم بيقترب من حتفه وهلاكه. النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. يبقى دي فكرة طيبة جيدة، إن أصحاب الأموال يعملوا تلت المال بتاعهم وقف لله. ومن هنا نبدأ ننشط الوقف الإسلامي، نبدأ نعمل مشروعات من هذا الوقف، كفالة يتيم، زواج فتيات، قضاء ديون، بناء مدارس، بناء مستشفيات، عمليات، كل هذا يكون من أموال الوقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا في الصحيح صحيح مسلم، أفضل درهم درهم تنفقه على عيالك. الكلام ده عند التزاحم. يعني افترضنا مثلا واحد معاه 10 جنيه، ال10 جنيه ديت يتصدق بها
ولا يجيب بها غدا يغدي بها عياله؟ يبقى دي المسألة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أنت مسؤول، زوجتك وأولادك دول رعيتك، مسؤول إن أنت تأكلهم وتشربهم. فالإنفاق على الأسرة واجب مش مستحب، تواجب، بينما الصدقة ماذا؟ مستحبة. فإذا تزاحم الواجب مع المستحب قدم ماذا؟ قدم الواجب. يبقى إمتى أفضل الدراهم درهم تنفقه على عيالك؟ عند التزاحم، أما عند الاتساع فلا يجوز أن يكون ذلك. واحد ربنا موسع عليه بس إنه بخيل أو لئيم أو كدود، لا، ما ينفعش. نعم. في الأثر 1298 قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه: هل لك أن أرسلك في جيش يغنمك الله ويسلمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة؟ فنعم المال الصالح للرجل الصالح، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. هذا الحديث في مسند الإمام أحمد وهو حديث صحيح. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص، وهذه منقبة لعمرو بن العاص، يعني هذا الحديث يمكن نشتاله كده ونحطه فين؟ في باب مناقب عمرو بن العاص، لأن عمرو بن العاص له مناقب. من هذه المناقب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمر. وآمن عمر، أسلم الناس وآمن عمر، يعني عمر لما دخل إسلام دخلوا الإيمان كله مليان قلب، بعكس الناس بيسلم ولسه إيه الأمور عنده متأرجحة. ولذلك الأعراب لما أتوا ليسلموا قالوا آمن، أنكر عليهم ربنا عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كلمة لما دي نفي لما هو في زمن الخطاب، ولكن ينتظر حصوله بعد ذلك، ينتظر حصوله بعد ذلك. هل أتى الشيخ؟ يعني واحد مثلا صلى المغرب وخلصنا صلاة المغرب الساعة 7:15، هل أتى الشيخ؟ نقول إيه؟ لم يأتي ولا لما يأتي؟ لا، لما يأتي. لن يأتي، حرام عليك يا عم، ما أنا بقى أهو. نقول لما يأتي. نقول لما يأتي، لأنه بيجي الساعة 7:45 ماشي، يبقى هو بيجي حتى لو تأخر 10 دقائق مثلا، ماشي. لكن لن يأتي يبقى ناخد جزمنا ونتكل على الله نروح، ما هو خلاص مش جاي. ها؟ طب لم يأتي يبقى هو لسه ما جاش بس احنا مش عارفين هيجي ولا مش جاي. لكن لما يبقى هو لم يأتي في زمن الخطاب ولكن ينتظر أن يأتي. ولذلك الإيمان الذي نفاه الله عن الأعراب نفاه بأداة إيه؟ لما، للدلالة على أنه منتظر منهم. ولذلك قال: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا. لا يلدكم أي لا ينقصكم، من أعمالكم على حذف المضاف والتقدير من ثواب أعمالكم. وهذا أعظم ما يستدل به على قول بعض أهل العلم كالبخاري أنهم كانوا منافقين. لا، لم يكونوا منافقين وإنما كانوا مسلمين والإيمان منتظر منهم. فعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو. ولذلك عندما أتى عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه قبض يده، قال: ولما قبضت يدك يا عمرو؟ ولما قبضت يدك؟ فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أعمالا كثيرة فعلها في الجاهلية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تدري يا عمرو
أن الإسلام يجب ما قبله، أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبله. يبقى الإسلام يجب ما قبل. احنا بدأنا صفحة جديدة يا عمرو، انت الآن كأنك مولود من جديد. فأسلم الناس وآمن عمرو. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعمرو: أنا هل تريد أن تكون غنيا؟ هل تريد أن تكون غنيا؟ ورغبه النبي صلى الله عليه وسلم في المال، لأنه يعلم أن عمرو رجلا صالحا، يعلم أن عمرو رجل صالح، فرغبه في المال بقوله: فنعم المال الصالح لمن؟ للعبد الصالح. فنعم المال الصالح للعبد الصالح. المال الصالح اللي هو مال الغنيمة، أفضل المال مال الغنيمة. أموال الأمة بدأت تنتقص وتمحق منها البركة. ليه؟ لأن الأموال الطاهرة قلت في الأمة، الأموال الخبيثة كثرت في الأمة، الأموال الخبيثة كثرت في الأمة، والأموال الزكية الطاهرة قلت من الأمة. الأموال الخبيثة تدوير الأموال في البنوك، معظم الأموال الموجودة في المجتمع هي أموال دوارة في البنوك، سبحان الله. والشركات والمؤسسات والمصانع كلها بتتعامل بالقروض والفوائد وما إلى ذلك، والناس بتاخد مرتباتها من العوايد دي والصناديق اللي بتشغل في البنوك دي. بل بعض الناس يعمل ايه؟ يقوم حاطط وديعة كبيرة، والريع بتاع الوديعة ينفق منه على مين؟ على الموظفين، المرتبات وما إلى ذلك، المعاشات والحاجات دي كلها. يقوم حاطين كم تريليون جنيه في البنوك، والعائد بتاع التريليونات دي، الأموال الربوية دي، يدوها للفقراء مرتبات ومعاشات في الضمان وما إلى ذلك. الأموال الخبيثة كثرت، وبالتالي كثرت الأمراض وقل الخير. الإنسان ياخد مرتبه على يوم 2-3، ياخد مرتبه يوم 26، 4-5 أيام يبص في جيبه يتلاقوه بيشخشخ، إيه اللي في جيبه ده؟ 5-6 جنيه، وفين بقيت الفلوس؟ طارت الفلوس. يا إلهي، ما الذي حدث؟ هي دي، هي المسألة دي. أصحاب الدماغ الكبير يقول لك: أنا أعمل بقى إزاي؟ هعمل قرض بضمان الأرض، وبعدين بعد كده أشغل بقى الفلوس دي في التجارة تجيب لي كذا، فسدد أصل القرض ويبقى عندي الإيه؟ المصنع. إيه اللي يحصل؟ ربنا يقوم مسلط عليه ولعة في المصنع، يتحرق المصنع. طبعا البنك بيقول له: فين اللي عليك؟ مش عارف يسد. البنك يقوم واخد المصنع واخد الايه؟ الارض بتاعته كمان. يبقى طلع من المولد بلا حمص. حدثكم عن صديقنا كان ابوه عنده مركب كبير جدا ضخم في البحر في الصيد. المركب ده بيروح دول تانية بيصيد في اعالي البحار. ان شاء الله الناس تقابلوا الرئيس فلان، الحاج فلان، واموله بتاعهم، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الرجل ده احتاج 100,000 جنيه، فلو طلب ال 100,000 جنيه من اي تاجر في البلد هيدوله، لكن كبره ما رضاش يخليه يطلب من حد، لان لو قال لحد انا عاوز 100,000 جنيه هيقوله الرجل ده ايه؟ خلاص اتفقر او مش قادر. فراح ياخد منين؟ من البنك بضمان ايه؟ المركب بتاعه. بعد سنة ال100,000 بقوا 160,000. البنك قال له ادفع، قال له ممكن نأجل، بدأ يتأجل 10 سنوات. البنك طلبه بمليون وشوية، الراجل ما عرفش يسد، راحوا بايعين المركب بتاعه والبنك اخد فلوسه، والرجل صار يعمل عند الناس اجيرا باليومية، بعد ما كان راجل ما شاء الله، الرئيس فلان والحج فلان، بدأ يشتغل باليومية. إذن الإشكال أن الأموال الفاسدة صارت أموالا كثيرة، النصب، الاحتيال، الظلم، الرشوة، الربا، الغصب، كل هذه أموال باطلة. زيد على ذلك أموال الوقف التي نهبت
من سنة 52 إلى الآن وقف منهوب. كثير من الفلاحين يعيشون في أراضي منهوبة، الأرض دي مش بتاعتهم أصلا، دي أرض أوقاف، أرض بتاعت ربنا، ويقول لك ده أرض الحكومة. أرض الحكومة هي الحكومة دي بتملك حاجة؟ دي أرض ربنا. فالذي ترتب على ذلك قلت الأرزاق، محقت البركة من الأموال. فمن أفضل الأشياء أن تكون الأموال الدوارة في المجتمع أموال حلال طاهرة. هذا الأمر يحتاج إلى مجهودات كبيرة، يحتاج أن احنا نعمل مصافي للمال من جديد، نركز على التجارة، على الزراعة، على الصناعة. أصحاب الأموال التي يكنزونها يبدأوا ينزلوها في المجتمع عشان الأموال دي تمشي في المجتمع وتدور في المجتمع، بدل ما الفقراء يستلفوا من البنوك ومشروعات فاسدة وتخرب بيوتهم. لا، يبقى المال الحلال يسير في البلد، يبقى زي النسيم الطيب والعليل المبارك. سبيل من سبل المال الحلال في المجتمع الغنيمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الناس الله عز وجل، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. إذن ده مال الغنيمة، مال الفيء، مال مبارك، وهذا المال من أفضل وأشرف المال. فالصحابة منهم عمرو بن العاص، النبي صلى الله عليه وسلم بيدله ويراغبه: هل لك في مال عريض تطلبه فتكون رجلا غنيا؟ فأنت رجل صالح وهذا مال صالح، فنعم المال الصالح لمن؟ للرجل الصالح. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر مما أفاء الله عليه من صفاياه من فدك وغيرها قوت سنة لنفسه وعياله، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح بلاد اليهود، بلاد اليهود وادي خيبر وادي تيماء وادي القرى، دي كلها مناطق تجمعات اليهود عليهم لعائن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم له الخمس، فالخمس الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا، يعني جعل له، كان يأخذ منه ما يكفيه هو وعياله وزوجه لمدة سنة. إذا لا بأس إن الإنسان يدخر من المال، مش يقول يا عمي اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، الله، ويبقى منفض، مش منفض. لابد الإنسان يكون مستور، لابد الإنسان يكون معه ادخار، معه مخزون استراتيجي. والحمد لله أهل مصر كلهم خبراء في المخزون الاستراتيجي المحلي ده كله، وإلا لسقطت البلد منذ زمن بعيد. اللي مخلي البلد تقف على رجليها المخزون الاستراتيجي المحلي، مش المخزون الاستراتيجي القومي. المخزون الاستراتيجي القومي ده صفر، احنا خلصناه من زمان، من سنة 52 بفضل الملك والحكام مخلصينه أول بأول. مش اصرف ما في الغيب، هم خرقوا ما في الجيب، فكل ما يقع في الجيب فإنه يضيع، ما فيش حاجة بتفضل في الجيب أبدا. من سنة 52 إلى الآن وجيب البلد مخروم، لا يمكث فيه شيء البت، جيب نظيف تماما، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن استقرار البلد من أجل ماذا؟ المخزون الاستراتيجي المحلي، كل واحد معاه 5-6 آلاف جنيه أو 10 آلاف جنيه عينهم لوقت الأزمة، بنته تتجوز، ابنه يتجوز، حصل له مشكلة، في عملية جراحية، في كذا، بدل ما يسأل الناس يسحب منين؟ من تحت البلاطة، هي البلاطة دي. يبقى سر القوة الاقتصادية الموجود بقاياها في هذه البلد هو المخزون الاستراتيجي المحلي الموجود لدى هذا المواطن البسيط. يبقى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يدخر مما أفاء الله عليه من صفاياه من فدك وغيرها قوت سنة لنفسه وعياله، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله. وهذا الأثر أثر أخرجه النسائي وغيره، وهو صحيح. الأثر 1301 عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه قال: يا بني عليكم بالمال، عليكم بالمال أي يلزموا طلب المال، فإنه منبهة للكريم. يعني الإنسان يطلب المال لا بأس، لأنه منبهة للكريم. منبهة للكريم أي إن الكريم يتنبه به في الخصال ويقف بها على الأمور، ويستغنى به عن اللئيم. اللئيم، فإذا احتجت إلى اللئيم لم تجد، فالمال يكفيك ويغنيك بإذن الله. هذا الأثر صحيح. 1306 عن ابن سيرين قال: كان ممن ترك الصامتة عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، وكان ممن لم يدع صامتا أبو بكر وعمر. الصامت، المال ينقسم إلى قسمين: مال صامت ومال ناطق. فالمال الصامت اللي هو الذهب والفضة، والمال الناطق سائر أنواع النعم، الجمال والبقر والبهايم والجاموس، ده كله مال، ولكنه مال إيه؟ مال إيه؟ ناطق. مال ناطق له صوت، لكن الذهب والفضة مال صامت لا صوت له. فبيقول: ممن ترك الصامتة أي الذهب والفضة عبد الرحمن بن عوف، وكان ممن لم يدع صامتا أبو بكر وعمر. وإسناد المصنف صحيح. ألف تلتمية وتسعة عن نافع، ونافع هذا مولى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، أن ابنا لعمر، أن ابنا لعمر، والابن يطلق على الولد وولد الولد، والظاهر من الأثر أن هذا ولد الولد، أن ابنا لعمر باع ميراثه من ابن عمر بمئة ألف درهم، واحد بس من الأحفاد الباع الجزء بتاعه من الميراث بمئة ألف درهم، فما بالك بكل الميراث كيف يكون. الأثر الأخير وبه الختام إن شاء الله، هو أثر سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه. وسعيد المسيب يقال أنه عندما مات لم يجدوا في إرثه إلا 500 دينار بس. سعيد المسيب المخزومي، يعني كان من سادات التابعين، وكان مخزوميا من علية القوم ومن أشراف القبيلة، عندما مات لم يجدوا عنده إلا 500 دينار. سعيد المسيب يقول: لا خير في من لم يجمع المال، يعني لابد من جمع المال ليكف به وجهه، أي حتى لا يسأل الناس شيئا، ويؤدي أمانته، أي يؤدي أمانة المال. فهذا يدل على ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فنعم المال الصالح لمن؟ للرجل الصالح. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الغنى في الأقوال والأفعال، وأن يطهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوي الأخلاق، وأن يجعل رزقنا قوتا وكفافة، وأن يبارك في أمة الإسلام وفي أولادهم وذريهم ونسائهم،